أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من علي هافان ويبقى وجه ربك وجه ربك ذو الجلال والإكرام فباي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفعل أرغوا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا بشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن من أقطار السماوات ، والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونحاس ونحاسوا فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان فاذا انشا قَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وردة كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُعرَفُ المُجرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامَ فَبِأَيَّ مكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان فباي الاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان صدق الله